الخير نعود وليبقى الخير دوما هو الهدف. الحقيقة النهاردة وكأن احنا في محكات مباشرة لكشف أشياء كتيرة، في لسه عناصر كتيرة في المشهد مش راضية تشغل مخها كويس ومش راضية تبص على الصورة بشكل عميق. كتير من صحافتنا ومواقعنا الإلكترونية ومراسلنا، ونركز عليهم دول بمئة خط، تسرعوا بأنهم يدوا لوكالة الأنباء الفرنسية، لراديو مونتو كارلو، لبعض الأشياء الأرضية كلام عن انفجار يهز معبد الكرنك. يا خسارة، المهنية بتقتضي قبل ما تذيع خبر زي ده تبقى عارف هو فين. أبسط أسئلة الأخبار اللي تعلمناها كلنا. طيب أنا هنا محتاجة أفكر حضراتكم بمشهد أنا شاورت عليه من شهر بالظبط، لما قلت وقتها ان الرئيس الاسبق مبارك اتعاقب انه رفض يوقع على الحالة النووية التي يريدها الغرب للاقليم بمذبحة الاقصر وقتها. والمشهد كان ان الاقصر هي الايد والادوات القادرة على ايصال العقاب، وده كان العقاب اللي اشتغلوا بيه على مبارك وقتها وهو استكان من بعدها. للأسف لأن هم محدش بينقل لهم من عناصرهم اللي موجودة على الأرض، لأنهم للأسف بيعتمدوا على عناصر بيهمها تغيير الحالة وحجم الأموال اللي بتخش على حياتهم أكتر ما بيهمهم تطوير قدراتهم المهنية، فما بينقلوش الواقع صح، وده من ستر ربنا الحمد لله. علشان كده هم تخيلوا انهم النهاردة قادرين على اعادة انتاج المشهد بتاع التسعينات، متخيلين ان الاقصر مازالت الاقصر، وان ناسهم بينقلوا الاقصر زي ما الاقصر عندهم في ارشيف المعلومات، وتعاملوا معاها انها هتكون عقاب عبد الفتاح السيسي. هم عقبوا مبارك زمان وعقبوا عن النووي، طب السيسي بيتعاقب على ايه؟ على استكمال استتباب الحالة في الإقليم والمشهد الدولي وفقا للقراءة المصرية. يعني المسألة كانت عقاب على زيارة ألمانيا وعلى نجاح مشهد إطلاق سوق مشتركة تعثرت كثيرا بين مصر وكل الكيانات الاقتصادية الكبرى في إفريقيا، بيتعاقب على ده؟ ولأن هم بيعتمدوا على مصادر غير قادرة على قراءة الواقع وفك شفرته، وده من نعم ربنا علينا اللي قلتلكوا عليها في العهد اللي بيني وبينكوا، ان كل شر هيمشوا فيه هينقلب الى خير. ليه؟ لان هم بيسيروا سير الشيطان، وبالتالي ده طريق كفيف، طريق اعمى. طيب هم تخيل ان هم قادرين على اعادة انتاج المشهد، لكن في حقيقة الامر ايه اللي بيحصل؟ لكان في تفجير جوه الكرنك، والتعامل كله كان في الساحة السابقة اللي بتقف فيها الأوتوبيسات واللي فيها الكافيهات قبل دخول باكو. يعني لم يمروا على بوابات الكشف على المعادن والتفتيش اللي موجودة في مدخل معبد الكرنك، ولأن الوكلاء بتوعهم على الأرض على قدهم، ونظام تدريب الدنمارك يعني والتدريبات المشبوهة تحت السلم، كل المجموعات دي اشتغلت على ان انفجار يهز الكرنك. كانت النتيجة ان رئيس البنك الدولي والسيدة وزيرة الشؤون وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي راحوا ودخلوا معبد الكرنك وتفقدوا المشروعات اللي بيتم افتتاحها في الاقصر. اللي يهمنا دولتكو ما زالت في حالة الحرب، وأشرنا مع عمرو عمار بشكل مباشر لأن الصعيد هيكون هو الشيء الخطير والمهم في المرحلة القادمة. الأخطر أرجوكوا ركزوا معايا، بيتم استبدال السيناريوهات، يعني بدل قنابل بدائية الصنع هيتم استهداف أشياء بعينها، أولها ضرب السياحة لأن ده مورد أساسي. مش الرئيس السيسي قدر يحل جزء من الإشكالية مع ألمانيا، يعني السياحة الغنية، لا هنبوظ السياحة. طب مش الرئيس السيسي شغال على النهوض بمنظومة الاقتصاد المصري، لا هنبوظ الاقتصاد، واحنا بنبوظ الاقتصاد هنشتغل بالخلايا النائمة اللي تم زراعتها جوه كل أجهزة الدولة المصرية ومن الجيل الثالث والرابع. يعني لما نقول ان محصلي فواتير الكهرباء وفواتير الغاز الطبيعي دول العناصر اللي شغالة على يعني تسخين الأرض إنجاز التعبير،
ليه؟ لان ده اسمه مسيحي اكتب له ارقام كبيره قوي وخليه يروح يدب خناقه ويبقى يصطدم بطبقه الموظفين اللي تنكد عليه عيشته فيبقى فيه ازمه. ده محسوب على منطقه اخوانيه بلاش تروح له بالاربع والخمس شهور وخليه يسرق خط من العداد. المنطقه دي محسوبه على عبد الفتاح السيسي نكد عليهم. يعني في قراءه دقيقه للعدادات؟ لا. في تعامل مهني؟ لا. طب هل الطبقة دي من طبقة الموظفين تم إعدادها بشكل جيد؟ لا. هل وزراء المسؤولين عن المحصلين في الكهرباء والغاز يعني مصحصحين وعارفين دور هذه المجموعات الصغيرة اللي بيطلقوها علينا في الشوارع يخبطوا علينا في البيوت إلى أي مدى هي دقيقة وقادرة على أن هي تكون جزء من منظومة إدارية منضبطة؟ لا. مشهد الأقصر بقى بيقول ايه دوركم في تحمل المسؤولية، لان اللي قدر يشاور ويبطل المشروع ده يفشله قبل ما يصل الى هدفه كان سائق التاكسي. سائق التاكسي ده هو الاستاذ هيثم مرعي، ده شاهد العيان. طيب هحكيها لكم لان احنا بنحاول نتواصل مع هيثم مرعي نفسه. هيثم وهو بيحمل ركابه الصبح في التاكسي، واحد زميله قال له في يعني ناس عايزين يروحوا معبد الكرنك وهتكون استفتاحة كويسة ورزق على وش الصبح. طيب اوكي يلا. كانوا شخصين، الشخصين لا يتحدثوا اللهجة المصرية بأي من أقاليمها، يعني لا بحري ولا صعيدي، بيتكلموا لغة عربية أقرب إلى لغة البادية ما بين الجزيرة العربية والشام. والاتنين اللي ركبوا مع هيثم في التاكسي بتاعه معاهم شنطة، هو شايف انه احسن شيء في المعاملة الراقية ان الشنطة دي تتحط في شنطة العربية، شالها منهم عشان يحطها في شنطة العربية وبدأ التوتر، انزعج ولفتوا انتباهه. الشنطة اتحطت في شنطة العربية وبدأوا يتكلموا بحدة وبعنف واجروا اتصال. لما وصلوا للساحة المقابلة لمدخل معبد الكرنك نزل علشان ينزل لهم الشنطة من شنطة العربية وبدأ الصياح بشكل فيه افتعال ومبالغة. هيثم انزعج، ما بقاش مستوعب ايه اللي بيحصل، لدرجة انه وصف الحكاية بان زي ما يكون الشنطة دي فيها بيضة مش مسلوقة واي حد هيستخدمها بشكل سيء هيؤدي لان البيضة دي تتكسر جوه الشنطة. طلب 50 جنيه، رفضوا ودخلوا في حالة الفصال وفقا لكلام هيثم، ودفعوا 20 جنيه أو 30 جنيه. هيثم قرر ان الحالة فيها ما يقلق، وده هو الشعور اللي بنطالبكم كلكم كلكم في الأجهزة الأمنية وخارجها، الشعب كله ده جزء من تحملنا لمسؤولية بلدنا. اتحرك وراح لأمين الشرطة اللي موجود عند مدخل معبد الكرنك وقال له الاتنين اللي قاعدين على القهوة التقوا بالشخص التالت ده، انا جبت الاتنين دول معايا وحكايتهم 1 2 3، انا قلق. امين الشرطة خد رقم التاكسي وسابه. خرج هيثم يسترزق وربنا فتحها عليه بمشوارين، وبعدين جاله استدعاء لان كانت حصلت الحكاية، والحكاية ببساطة زي ما عرفتوها الحمد لله، وتم يعني ده جزء من منح وعطايا ربنا لينا لان المسألة تمت من بدري ودفعوا هم فيها تمن مع المسؤولين عن أمن هذا البلد من رجال الشرطة، وده بيقول بشكل مباشر ان صعيد هيتم العمل فيه وبيه في المرحلة القادمة. لكن اللي يهمنا العقاب اللي هم مرسوه على مبارك مش هينفذ بأي حال من الأحوال على السيسي. طيب ما قدرناش نوصل لهيثم وكان نفسنا تسمعوه، لو حصلوا بقى معانا في اي وقت هتسمعوا الرواية منه هو بشكل مباشر، لكن لازم اشكره واشكر كل حد في مصر قلبه على البلد دي، لان الحقيقة خلينا اقول لكم ان الاحياء اللي لم يكن فيها اي مسيرات اخوانية من اي نوع
بدأ يظهر فيها بعض المسيرات محدودة العدد منذ الأمس، ما بيشلوش علامات رابعة، ما بيرفعوش صور مرسي، وبيحاولوا مرة تانية العمل على تجهيز الأرض. على سبيل المثال أجزاء من أحياء مصر الجديدة بالأمس زي شيراتون وأماكن أخرى زي روكسي حصل فيها مجموعات متفرقة مشيت علشان تعمل هتافاتها وترجع مرة تانية تقيس عملية تسخين الأرض. طيب خلوني أسأل السيد خالد رامي وزير السياحة من الأقصر. سيادة الوزير، يعني خلينا نطمن من حضرتك على معبد الكرنك وعلى المشهد السياحي في الأقصر. هو احنا حاليا رايحين مستشفى الأقصر نطمن على الضابط من قوات الأمن وأحد عمال البدلرات في الأقصر، نطمن على صحتهم لأنهم عملوا عمل بطولي. أنا بعتبر اللي حصل ده من الشرطة المصرية ومن أهل الأقصر عمل بطولي، لأنهم قدروا أنهم يوقفوا عمل إرهابي كان هيبقى ليه أثار سلبية جدا في مصر. وأطمن حضرتك الحالة دلوقتي، احنا كنا في معبد الكرنك، كان في صوت والضوء شغال، كان في مجموعة ألمانية هيخلص الصوت والضوء بعد شوية وهيبتدي باللغة الإنجليزية، هيبقى في برضو مجموعة إنجليزية، والحالة في الأقصر هنا طبيعية جدا. طيب ده جميل. هل بقى في رواية ما أقرب للي أنا حكيتها اللي هي اللي هيثم حكاها بشكل مباشر، هيثم السائق اللي أدلى بمعلومات عن الاثنين اللي كانوا معاه؟ هو أنا ما أعرفش ملابسات الموضوع بصراحة، أنا لسه جاي هنا إنما أنا عشان كده دايما بقول إن قوات الأمن وشعب الأقصر قاموا بعمل بطولي جدا، وياريت إحنا كمصريين كلنا يبقى عندنا اليقظة الكافية إن إحنا نقف كلنا ضد الإرهاب. تمام. طيب سيادة الشرطة لوحدها مش هتقدر تعمل حاجة، لازم احنا كشعب نقف مع الشرطة جنبا الى جنب ونقف ضد الارهاب الاسود ده. طيب سيادة الوزير، احنا عندنا مصابين قد ايه؟ او يعني مين الحالات اللي بقيت في المستشفى؟ الحالات دلوقتي ضابط من قوات امن الاقصر واحد العاملين في البازارات، واحنا دلوقتي قدام مستشفى الاقصر وداخلين نزورهم على طول. طيب سيادة الوزير، هي الوزارة بالفعل لديها شبكة من الكاميرات اللي بتنقل من مواقع أثرية مهمة زي معبد الكرنك وغيرها بشكل لايف على موقعكم؟ مش بس احنا على فكرة، الحاجة بتاعتنا دي بتبقى للسياحة، انما هنا في شبكة قوية جدا من جهات اخرى وبترصد كل حاجة موجودة في الأقصر سواء في الشارع او في المعابد. مفيش معلومة تؤكد ان الاشخاص دول مصريين او غير مصريين؟ أنا ما أقدرش أقول لحضرتك الموضوع ده، لازم نستنى التحقيقات لحد ما تتم. تمام. هل المسألة ليها علاقة بأنه تم ترتيب يعني أفواج ألمانية وروسية ويعني محاولة إعادة تنشيط السياحة مرة أخرى، هل المسألة المقصود بيها ده؟ بالتأكيد، يعني أنا بتهيألي أي حاجة بتحصل في منطقة أثرية بيبقى مقصود بيها السياحة. انما انا بتهيألي ان احسن رساله طلعت للعالم الغربي في الخارج لكل الناس ان قوات الامن المصريه والشعب المصري قدروا انهم يحبطوا محاوله ارهابيه، وده كان عمل بطولي وجاد جدا، ودي رساله ان احنا كمصريين قادرين نحمي نفسنا، قادرين نحمي المنشآت بتاعتنا، وقادرين نحمي ضيوفنا من الأجانب. أنا بشكرك يا فندم وبنتمنى لكم كل التوفيق. السيد خالد رامي وزير السياحة يتحدث إلينا من الأقصر. بتمنى على زمايلي وعلى اللي بيكتبوا وعلى صحافة المواطن اللي بقت أساسية في حياتنا، كل واحد معدي بيطير الخبر وكأنه هو امتلك أدواته بالفعل. لا كان في تفجير جوه معبد الكرنك، ولا التفجير تم بالصورة اللي نقلتوها ولا باللغة اللي نقلتوها، والأمانة العلمية تقتضي مش بس حرصا على وطنكم ولا حرصا على ان دي الأقصر، دي مفتاح إزاء الغرب. أرجو ان الرسالة تكون واضحة ان التنظيم اللي بيتحرك بأوامر الغرب من التسعينات هو اللي بيتحرك النهاردة، واختيار الأقصر أرجو ان تصلكم الرسالة بشكل مباشر، ليست صدفة على الإطلاق. وهنترك الشأن الأمني لحد ما يبقى عندنا معلومات تستحق، لأن المهنية تقتضي ذلك. طيب خلوني بقى بسرعة كده أتساءل معاكم السؤال اللي حطيته من امبارح. الأقصر النهاردة علشان تكون أداة العقاب للسيسي، أوباما بيقف جنب ميركل تحديدا علشان يعلن تصعيد ملف سوريا بعد ملف اليمن في الإقليم.
كل الواجهات الإعلامية مرئية ومقروءة بتشتغل على تركيا بمفهوم مجتزأ، بمفهوم العناوين. إيه ده كله؟ المسألة تستحق. خلوني أطرحها على المستشار طه الخطيب ونقول له حمد لله على السلامة. عود أحمد، يعني حضرتك كنت مقاطع الإعلام ووحشتنا تحليلاتك، تفضل. أستاذ أماني، تفضل يا فندم. تحياتي ليك والمشاهدين. أهلا بيك. الملف كان رابع ملف في اجتماع السبعة الكبار في ألمانيا في ميونخ، وخرج أوباما على السيد أوباما على الصحفيين وصدر المشهد في سوريا كملف رقم واحد. تمام. وكان في حالة إرباك السيد أوباما. لو عدت التصريح بتاعه ستلاحظ ملاحظات عديدة في كلامه. طب. وركز على دخول الأعداد الهائلة من المسلحين من تركيا، وأنه على تركيا أن تتوقف وتعيد حساباتها. تمام. طيب ما تركيا عندها ثلاث ملفات في الجريمة السورية: تهريب المسلحين، تمويل الإرهاب عبر سرقة البترول السوري والعراقي، وتهريب الآثار وانتهاك التاريخ الإنساني في منطقة بلاد الشام والعراق. تمام. لماذا التركيز على المسلحين؟ هل سنبدأ مرحلة جديدة بملفات أخرى؟ لنراقب الأحداث فيما يحدث في تركيا. تركيا بدأت تزويد عدد من المسلحين والأسلحة، عمليات شحن بحري تحت عيون حلف الناتو مباشرة. إلى؟ تركيا بدأت عملية شحن المسلحين والأسلحة منذ أكثر من 6 أشهر للسواحل الليبية تحت مراقبة وعيون الناتو. تمام. خلف الناتو عم بيراقب وبيشوف شو بتكون تركيا من إرسال أسلحة ومسلحين لمصراطة وبنغازي. تمام. طب التقدم اللي حاصل لداعش في وسط ليبيا في سرت باتجاه مصراطة، التوسع حيكون باتجاه الغرب أم باتجاه الشرق؟ إذا كان الحشد في بني غازي أنصار الشريعة هتعلن ولاها لداعش، معناته هناك استهداف مرة أخرى للحدود الغربية للدولة المصرية. بالضبط. والحشد اللي هيتجه باتجاه الغرب باتجاه تونس، هل تونس تحتمل هذا العدد والكثافة من المسلحين أم هناك فتح ملف جديد في المنطقة؟ وهو ملف الجزائر. الجزائر يخطط إلها من خلال مجموعات تم استئجارها ودفع أموال طائلة من قبل قطر وتركيا في تونس لفتح ثغرة في الحدود الجنوبية لتونس باتجاه الجزائر، لأن الملف عنوانه لنجعل الجزائر ملفا آخر مثل ملف سوريا. في نفس التوقيت نعيد الكرة مرة أخرى بالعمليات المستوطنة داخل جمهورية مصر العربية، من خلايا نائمة، من عمليات تهريب، من عمليات تفجيرات. نطور العملية شوي، نهز قاعدة السياحة بعد زيارة رأس المثلث في ألمانيا. يا أستاذ أماني، زيارة ألمانيا مش بما تربط العلاقات المصرية وتطويرها مع ألمانيا فقط، هناك مثلث كان يجب الدخول إليه وبأسرع وقت، ونبدأ من رأس المثلث في ألمانيا قبل الاتجاه باتجاه الجنوب الشرقي والجنوب الغربي باتجاه الهند والبرازيل. لما ترسم القاعدة هاي مع مظلة اقتصادية وتسليح متنوع من متعدد الجنسيات من فرنسا وروسيا والصين، هنا بدأت أمريكا تستعجل الخطى لعرقلة بعض التقويم الاقتصادي في مصر. والحمد لله يعني الأمور لحتى التاريخ ولغاية الفترة القادمة ما زالت في طريقها السليم، لكن تخاذل البعض ومحاولة إغراق السوق ببعض من ادعوا التحالف أو الدعم لمصر تحت مسميات مختلفة، والانقباض على المنطقة العربية في سوريا ومصر تحديدا، والفزعة التي قام بها البعض أنه حزب الحرية والعدالة والتنمية في تركيا، لماذا يتم معاداته وهو من يقف إلى الجانب العربي؟ عن أي وقوف وقفت تركيا من 7 سنوات يا أستاذ أماني؟ وعلى السريع حول لك بسرعة على سمع. من يوم تمثيلية سفينة مرمرة 2009 تكشفت 2009
اللي حاول يخرج منها أردوغان كبطل للخروج كسلطان تمهيدا للوصول لانتزاع حلب من سوريا. ما يتم الآن على الأراضي السورية والله يا أستاذ أماني الواحد مش يعني مش حزين, مش حزين لأنه ما ينفعش الحزن فيها ولا ينفع التخلي. المأساة إنه جاية أيام صعبة جدا لو تم تمزيق الدولة السورية ولو تم إيذاء مصر. ومن يعتقد أن الملف السوري بعيد عن الملف المصري والملف المصري بعيد عن الملف السوري يعيش في وهم ويسدفع الثمن المرة هذه قبل غيره. لا أحد يعتقد سابقا لأنه دخلنا الملف العراقي في التسعين. لا أحد اللي دخلوا الملف السوري الآن حيدفعوا الثمن. لا غيرهم. لا أحد يعتقد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المستشار طه الخطيب المحلل السياسي. أرجوكوا خليكوا فاكرين المثلث رأسه ألمانيا قاعدته الهند البرازيل. يعني ببساطة كده ده التحالف الاقتصادي اللي بيزعج الغرب لأن ده التحالف الاقتصادي اللي بيحاول يتحرك في مواجهة منظمة التجارة العالمية. وببساطة شديدة يعني هل تكون الزيارة أو الخروج الهام القادم للرئيس السيسي إلى الهند؟ الله أعلم. أنا ما عنديش معلومة بس المثلث بيقول كده. أخطر ما في المسألة اللي احنا لم نستطع ان نقرأه واللي قال لنا عليه المستشار طه الخطيب ان فيما يبدو تصعيد الملف رقم 4 في طاولة الحوار لمائدة السبعة الكبار اللي هي الملف السوري بيقول ان هيتم استخدام عدد من الارهابيين والمسلحين اللي موجودين على الاراضي السورية لتعزيز الموقع في ليبيا تمهيدا لازعاج الدولة المصرية من بوابتها الغربية وتمهيدا ايضا للدخول الى الجزائر ومحاولة كسر وحدة هذه الدولة وفقا لقراءة المستشار طه الخطيب. خلوني اخرج لفاصل سريع علشان ارجع اتلقى مكالمات. مش عايزة اهدر حقكم في الحلقة دي زي الاسبوع اللي فات. بالخير بنعود لحضراتكم وكلنا ثقة في ان كل اللي تعهدنا عليه لن ننجر. كل الشر هيسعوا فيه هيتقلب بقدرة قادر وبفضل دعواتكم وقلوبكم المخلصة لخير لصالح الدولة دي. ايه هي توقعاتكم لإعادة ترتيب البيت الداخلي؟ لأي مدى انتوا شايفين ان الرئيس بدأ يمارس يعني درجة حادة في مواجهة الفساد في مواجهة النظام الإداري التعيس للدولة المصرية؟ بيتحرك ازاي مع طبقة الموظفين اللي ممكن تقلب اي نجاح لشيء تعيس؟ خلوني ابدأ في تلقي تليفوناتكم. ومعانا الحاج فوزي من بورسعيد والحقيقة الحاج فوزي كمان بعت لنا الصورة بتاعته وحريص جدا انه يكون جزء من مشهد من القاهرة. حاج فوزي مساء الخير اتفضل. السلام عليكم. ازيك؟ عليكم السلام. انا بخير اتفضل. ازي حضرتك؟ كله تمام. حضرتك طيبة وانت بألف خير اتفضل. شوف يا ستي انت بتقولي توقعاتنا للعام الجديد بالنسبة لطريقة كلامي معاكي واجنتيتي انا وانتي من يام انتخابات الدستور والرئاسة لما اترهلنا على 25 مليون و 30 مليون فاكرة؟ وتوقعاتنا ان شاء الله طلعت سليمة. شوف يا ستي من يوم 30/6 ومن يوم صدور القرار للإدارة الهندسية للقوات المسلحة وعدم المغادرة الا بعد تسليم مشروع القناة الجديدة تمام في معركة تقام شرق قناة السويس أضعاف حرب أكتوبر 73 تمام وحجم أعمالها يفوق حجم أعمال الحضارة المصرية التي نحن نعتز بها يفوق حجم أعمال الحضارة المصرية القديمة. طب إيه اللي بيحصل شرق قناة السويس؟ هل تعلمي يا سيدتي إن فيه أنابيب من تحت سطح الارض ب 120 متر مرورا بالقناة القديمة والجديدة لمرور ما يلزم تنمية سيناء؟ هل تعلمي يا سيدتي ان كل المشاريع دي كلها باموال مصرية خالصة بنسبة 100%؟ تمام. نسأل احنا عن توقعاتنا للعام الجديد ازاي؟ احنا معانا راجل قلنا في الكلام ده من زمان من 30/6 قلنا ده راجل مصري خالص في منظومة على رأس الدولة المصرية مصرية بنسبة 100%. ما انتش قلقان من اي حاجة؟ نعم. ما عندكش قلق او تحفظ على اي حاجة؟ ازاي وفي منظومة داخلة علشان بتقول
انا ما قداميش الا انجح او انجح. حلو حلو التعبير ده، انجح او انجح. انا بشكرك يا حاج فوزي، بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه انا سعيده بالتعبيرات اللي بتطلع طازجه منكم بهذا الشكل. طيب خلوني ارجع للقاهره ومعانا استاذه سهام، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. ازي حضرتك مدام اماني؟ انا بخير الحمد لله. والله انا بكلم حضرتك لاني مبسوطه جدا جدا بالبرنامج. ربنا يخليك. وانا بتفرج عليك من زمان ايام اون تي في. اهلا بيكي. اهلا بيكي. فطبعا لا احنا متوقعين ان شاء الله ان قناه السويس دي والمشروع والتنميه كل ده باذن الله ان شاء الله باراده ربنا واراده الشعب واراده رئيسنا باذن الله باذن الله هنتخطى كل الصعاب ان شاء الله. عندك خبره مع محصل الكهرباء او محصل الغاز في اي سخافات حصلت بشكل والله شخصي؟ محصل الكهرباء للاسف ايوه بيجي شهر وعشرة لا وبيحط يعني فواتير افتراضيه، واتصلت عليه كذا مره وقال لا ماشي يا حاجه وهنيجي وبتاع. مشكله في الشعب المصري ان مش عايزه اعمم من الشعب المصري كله، لا في جزء كبير من الشعب المصري ما عندوش ضمير. بس بلاش نقول جزء كبير، في جزء من الشعب اما انه مغيب او متواطئ ما عندوش ضمير، متعود على سوري القعده على القهوه، النوم على السرير، بس الكسل ما فيش، وعايز راتب اخر الشهر ويرجع يقول الراتب بتاعي مش مكفيني. تتوقع الرئيس هيتعامل ازاي مع النوعيه دي من البشر؟ الرئيس هيبدا يعني مش عايز اقول الرئيس هيروح فين، هيدخل كل مؤسسه، هيدخل كل بيت، هيدخل كل مكتب، هيدخل جوه كل واحد. ما لفتش نظرك انه قال للمهندس محلب انت قلت لي انك بلدوزر بس انا مش لاقي البلدوزر؟ برضه المهندس محلب هيعمل ان ما كانش البني ادم من ضميره من جوه نفسه يا ندم يشتغل، لا رئيس ولا رئيس وزراء ولا مش قادر اقول لك مين تاني، يعني البني ادم من نفسه هو اللي بيقدر من نفسه يراعي ضميره وبيخاف ربنا وبيعمل كل شيء صح. انا بشكرك بشكرك استاذه سهام شكرا جزيلا. والحقيقه مش بس الانسان لازم يبقى عندنا نظام، ونظام به ثواب وعقاب. يعني على سبيل المثال مش ممكن نسيب السياحه وهي مورد اساسي من موارد دخلنا، واحنا لحد النهارده لا اتعمل لها الاعلانات الكافيه، ولا رجعنا نصحح مفهوم السائح، ولا في ناس طلعت اتكلمنا وبرامج ومسلسلات عن ان السائح ده هدية لينا لازم نعمله كويس، لازم نحببه فينا، لازم نقول له ارجع تاني، مش يبقى نهيبة نتكالب عليها ازاي نطلع كل حاجة في جيبه. الفلسفة اللي تربنا عليها اللي اعلت من قيمة ان النصاب هو الشخص الذكي، آن الأوان ان احنا نرجع نعيد مدرسة المشاغبين ومش عارفة الأسرة المصرية اللي أهدروها في العيال كبرت، الأداء التعيس اللي أخرجنا من كل قيم جادة يجب ان احنا نستفيق من ده. خلوني طيب اسمع من المهندس عزت من الجيزة. باش مهندس مساء الخير، اتفضل. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ انا بخير الله يخليك. احنا لينا بس مشكلة مع وزارة الاسكان سريعا، اتفضل. مشروع دار مصر اللي كان انطرح حجزنا فيه وخدنا كراسة الشروط اللي طرحتها الدولة في المشروع ده، هو عبارة عن عبارة فيها شقة بمساحة معينة وبترقيم معين واحنا بنمثل حوالي احنا حوالي 30,000 اسره مصريه حاجزه في المشروع. تمام. بعد ما اشترينا الكراسه والقرعه اتعملت وفوجئنا ان التنفيذ اللي بيتم في الموقع بيتم بشكل مخالف لكراسه الشروط، من حيث العماره الفاضيه اللي حواليها فاضيه من كل ناحيه، الشقه اللي مساحتها 130 متر بتنقص 4 متر في ناحيه، وفي الناحيه الثانيه من العماره بتنقص 2 متر بشكل غريب جدا. احنا متحاسبين على الامطار الاقل دي اللي احنا مش لاقيينها المنقوصه، بندفع مصاريف اداريه ما كانتش موجوده في كراسه الشروط، الترقيم بيختلف من مكان لمكان وما نعرفش مين اللي بيعمل كده والحساب مين. احنا طبقه متوسطه، لا احنا عارفين نبقى فقراء ولا احنا عارفين نبقى اغنياء. قيمه الشقه، شقه مش مدعومه من الدوله اولا، قيمتها بتتراوح من 500,000 ل 600,000، هتتسدد في 5 سنوات على اقساط. تمام؟ تمام. حلم عمرنا بيضيع قدام عينينا، ما فيش حد قادر يوصلنا لحل سليم. عايز اسالك سؤالين. المشروع ده اللي احنا سمعنا عنه اللي لسه من قريب ده، معناه ان انتوا بتتابعوا تنفيذ المشروع على الارض؟ يعني ملاحظاتك دي، ملاحظاتك دي من الموقع، لان لسه الشقق ما طلعتش. في حضرتك اماكن طلع فيها خرسانات تقريبا
معظم الاماكن دلوقتي حوالي 6 أو 7 مدن من اصل 8 مدن طلع في مقرصنات. لما الناس راحت وقاست الابعاد اللي موجوده على الطبيعه لقتها بتنقص عن الابعاد اللي موجوده في الكراسه اللي هي في الاصل ما بتحققش المساحه المتفق عليها طبقا لقراسه الشرطه تقول لي انا احمل عليك المناور والسلم. تمام. الكلام ده مش موجود، المساحات فعلا منقوصه. ولما عدنا حساب الكلام ده كله لقينا المساحات بتنقص من 4 متر ل 2 متر و 3 متر. الكلام ده مبالغ بتاعت ايش؟ بل المشروع بتاعكو مع وزارة الإسكان مع بنك التعمير والإسكان مع مين؟ مع وزارة الإسكان والبنك اللي بيحصل مننا. أنا بس بخاطب السيد المهندس إبراهيم محلب والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الطبقة المتوسطة. رجاء حد يهتم بينا ويشوف مشكلتنا ايه ويحلها مع وزارة الإسكان. ما عادش في العمر بقية إن احنا نقدر نعمل فلوس تاني أو نجتهد من جديد، معظمنا مقبل على مرحلة الـ50. لو ضاع حلم عمرنا ده مش هنعرف نحققه تاني. طيب. رجاء سيادة الرئيس اهتم بينا، رجاء رائد صناعة التشييد والبناء في مصر المهندس إبراهيم محلب اقعد معانا شوف مشكلتنا ايه، بعد إذنكم حد يهتم بينا. طيب. رجاء من 30,000 أسرة مصرية بتعاني من تجاهل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية. أنا بشكرك لثقتك في البرنامج إنه ندائك يكون عبر من القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقة يعني الكلام اللي قاله المهندس عزت بيقول حاجة مهمة قوي، إن الرئيس لما نادى على وزير الإسكان المهندس مدبولي وقال له هو أنت معانا ولا بتتفرج، أعتقد الرسالة دلوقتي بقت واضحة. وياريت وزير الإسكان يراجع الكلمة اللي اتقالت له وعلى الملأ في حضور الإعلام ويقول لنا هو معانا ولا بيتفرج، ولو كان معانا مش في كراسة شروط ووضع قانوني ولا هنستنى لما اشتغل على وضع قائم بالفعل. اعتقد كمان ان المهندس ابراهيم محلب بحاجة انه يعني يراجع وزراءه بيشتغلوا باي منهج وباي فلسفة. والمسألة ببساطة، صدقوا بقى ان ما عادش المصري اللي بعد 25 يناير هو بتاع زمان، ده راحوا يشوفوا الانشاءات اثناء التنفيذ، يعني ما عندكوش اي فرصة للتلاعب. والرسالة دي بأداء المصريين اللي طالبهم الرئيس انهم يبقوا جزء من مشهد حقيقي وفاعل لازم تكون في المواجهة. واللي قاله المهندس عزت احنا هنرفعه على صفحة الرئيس، ونتمنى كمان ان رئيس الحكومة يسمع، ونتمنى ان وزير الاسكان اللي اتقال له انت قاعد معانا ولا بتتفرج تصلوا الرسالة بصورة جيدة، لانه والله اللي جاي لن يرحم لا رئيس حكومة ولا وزير. طيب خلوني اروح للاستاذ احمد السكري اللي امبارح الاستاذ هشام سرور جاب سيرته بشكل كبير وبمفهوم حق الرد، باعتبار ان الكلام اللي اتقال كان على مسؤولية هشام سرور بالامس، يحق للاستاذ احمد السكري كمان انه يوضح لنا النقاط اللي بيختلف فيها مع الاستاذ هشام سرور. مساء الخير، اتفضل. خير، ازيك يا فندم؟ انا بخير والله. اولا يعني انا بشكر سيادتك ان انا اتحت لي فرصة ان انا اعمل مداخلة وده حق الرد بتاعي. اتفضل. طبعا هو اتكلم امبارح في كذا نقطة، انا هتكلم في عجاله، يعني انا هتكلم في عجاله. اول حاجه هو اتكلم على صندوق الشهداء والمصابين، اتكلم على موضوع الحزب، اتكلم على الموضوع ان احنا بنتربح انا وطارق زيدان، من تربحنا من وراء صندوق المصابين. انا هتكلم كمان على بطاقتك الشخصيه انها كانت بشكل وتحولت الى شكل، واتكلم عن مش عارف قواضي. تمام، اتفضل رد على اللي انت حابب ترد عليه. بص يا فندم، اولا صندوق رعايه الاسره ومصاب الثوره ده مشكلة. انا لم اكن معين، انا ما كنتش معين في الصندوق. تمام، انا كنت متطوع وانا صاحب فكره ان الدوله يكون لها كيان وطبع ملف مصابين الثورة، لأن كان ملف مصابين الثورة كل واحد بيتلاعب بيه وعلى رأسهم الإخوان المسلمين. بس لحد دلوقتي الملف ده شائك. يا فندم الملف شائك، لأن الملف تلاعب فيه كتير جدا جدا. وأنا تمام. قبل ما أطلق الصندوق تمام حولت أكتر من كذا حد الورق بتاعهم للنيابة، كانوا مزورينه. بص يا فندم، الصندوق انا طبعا لم اتقاضى جنيه واحد على مدار سنه ونص شغل. كان شغلك تطوعي؟ تطوعي. تمام. وليه؟
عشان ما حدش يقول ان شباب الثورة عملوا كيان والدولة عملت كيان ويدخلوا عشان يتكسبوا من وراه. تمام يا فندم. ده واحد. ال 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 طبعا في كتير جدا جدا شاهدين على الكلام بتاعي ده وكنا في تواصل اي مكان يعني خلينا لا يا فندم بص انا بس انا عاوز اقول لسيادتك على راسهم اللي هو طبعا مصطفى السنجري بصفته كان نائب رئيس مجلس الاداره اللي هو العصاب اللي كان فيه تواصل دائم اللي هو احمد جمال الدين كان ماسك الامن العام. عايزه بس اقول لك حاجه على الملف ده تحديدا ملف مصاب الثوره ده. يعني حضرتك ذكرت النقطة المهمة اللي تخصك وهي ان انت كنت بتشتغل بشكل تطوعي، فخلينا نركنه على جنب لان ده ملف بجد يعني المعلومات فيه كتير وشائك ومش لو سمحت لي ما كانش نضيف كفاية لكل الاطراف بس انا عاوز اقول حاجة بس لاني الاستاذ هشام صدوق اولا انا ما اعرفوش تمام خالص، يعني ليس بي علاقة، يعني انا كنت بشوف في الميدان هو راجل في سن والدي ولا عمري في حياتي اتكلمت معاه اصلا تمام ولا عمري في حياتي. ايوه الو تمام انا سامعاك. انا ولا عمري في حياتي اتكلمت معاه ولا اي حاجه، وهو بياخد موقف عداء مني بطريقه غريبه جدا. انا عاوز اقول لسيادتك على حاجه. الاستاذ هشام سرور الاستاذ هشام سرور كان شاهد في قضيه احداث السفاره الامريكيه اللي كان متهم فيها، راح شاهد على سيدة اسمها نشوى صفاء الدين والدكتورة وفاء عكا وأشخاص آخرين اتهمهم إنهم بيتلقوا أموال من الفريق شفيق علشان يعملوا أحداث السفارة الأمريكية أيام مرسي، مقصوف على عمر مرسي تمام، وقال إن يعني دي كانت أستاذ أحمد دي كانت قضية قدام القضاء. أيوة فندم. طب خليها بقى على الناس دي بس أنا عاوز أوصل لسيادتك. قال إيه؟ قال إن دي مؤامرة، دول بيتلقوا فلوس من الفريق شفيق ها وبيعملوا مؤامره. بص يا احمد، بما انك من شباب الثوره مرسي يا فندم بما انك من شباب الثوره واللحظه دي مش بتاعه ان احنا نجيب اسماء كتير بهذا الشكل، القضيه دي قدام القضاء يا فندم. امال انت يا فندم، يا معلش يا فندم، انت هو ما جابش الاسماء دي امبارح يا فندم، انت قطعتي لي فرصه امبارح ان هو بيلوش في كل الناس. لا خالص، انا بقول لحضرتك هو ذكرك في بطاقتك الشخصيه عندك رد، قوله انت حر. ايوه فندم يا فندم الكلام ده اولا الكلام ده مش صح جدا. انا اولا هبعت لك صحيفه الحياه الجنائيه بتاعتي، ومع اني انا مش المفروض اعمل كده تمام، وهبعت لك صوره بطاقتي بس كده مش لا مطلوب. انت مش بحاجه لكده، انت عايز تصحح كلمه هو قالها او موضوع. انت بتقول لي دلوقتي ان بطاقتك هي بطاقتك. انا عاوز اقول لسيادتك على حاجه يا فندم. ها هو دلوقتي بيتكلم بيقول احنا بنقلب البلد انا وطارق. معلومه يا فندم، حزب الثوره المصريه ها الحزب اللي ساعد في اشهاره هو المجلس العسكري. بس دي برغبتكم، يعني هو شكلكم المجلس العسكري جابكم وعملكم وعمل لكم حزب، ولا انتوا عملتوا حزب وهو ساعدكم؟ بص يا فندم بس عشان معلش عشان ابقى فاهمه الناس تعرف بس ها. المجلس العسكري احنا كنا بنجتمع معاه في فندق سريام تمام، وكان بيطلبوا مننا يا شباب اتجمعوا في حاجه يا شباب بالظبط، يعني انتوا عملتوا حزب وهم قبلوا الحزب بتاعكم ودعموكم ما قالكوش. احنا الحزب الوحيد ها، حتى يا فندم علقوا لنا في الميدان ها، الاخوان علقوا لنا في الميدان ها عملاء الجيش وحطوا اسم فيه في ميدان التحرير. طب عايز بس اقول لك حاجه يا احمد، الموضوع مش سباق مين قريب من الجيش ولاي مسافه، الموضوع مش كده يا فندم. لا امبارح كل كلامه ها وبيربط ما بين يعني حطينا في جمله مفيده مع عمر عفيفي وجوليا ومش عارف ايه وشاتك المداخله الفيديو اللي حضرتك امبارح اذعتيه بتاع خديجه بتاع الجزيره يا لا ده بتاع ده لا اللي كان في مجلس الشورى تمام بتاعي هو الفيديو ده انا بقول ان الشهيد انا يعني الشهيد اللي نعتبره اللي يموت قدام اسم ده ما يبقاش شهيد يا فندم. ايوه يعني احنا خدنا الفيديو انت قلته ولا احنا افتعلناه يا فندم انتوا يا فندم يعني انتوا عرضتوه بطريقه انا بقول الشهداء دول الشهيد اللي قدام اللي مات قدام اسم ده مش شهيد. انت دلوقتي انت دلوقتي فين يا احمد؟ يعني لو المشاهد دلوقتي عايز يعرف احمد السكري بيعمل ايه؟ انت فين دلوقتي؟ انا شغال يا فندم، انا شغال في شغلتنا انا، احنا يا فندم احنا ايه شغلتكم؟ يا فندم احنا تجار خشب يا فندم، انا ش ش يعني طيب اعمال حره يعني؟ ايوه يا فندم تمام، انا بسالك أيوة مش عارفه يعني انا بس انا عاوز اسال سؤال واحد يا فندم، هسال سؤال واحد،
احنا بس عشان الناس تعرف، ها الناس تعرف، الشباب الشباب مش موالين، شباب مش ضد الدوله. احنا يا فندم ها رفضنا، وكل الكلام ده مظبوط، ها رفضنا شيك من احمد المباركه للجمعيه بتاعتنا، جمعيه شباب 25 يناير ها لرعايه اسر الشهداء والمصابين. ها احنا عندنا ثقف نماذج جديد كتير من الشباب يا احمد، وانا يعني بشكرك على التوضيح، ويعني خلونا اي حد عنده سؤال، وسؤاله ده مبني على ربما معلومات مش كاملة، ربما بعض جزء من هذه المعلومات خطأ، او حتى في جهات بتروج لبعض المعلومات الغير دقيقة، ده بيدينا كلنا الحق ان احنا بشكل او باخر نرد ونوضح الامور، لكن مجمل الحكاية بيكون من حقكم انتم، من حق الجمهور. طيب خلوني اسمع من الاستاذة سحر. الو ايوه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا ليا طلب عند حضرتك يا استاذ. اتفضلي. استاذ علي ارجوك وقت التلفزيون وما فيش وقت، اتكلمي اتفضلي. انا ليا طلب عند الاستاذ علي لو سمحت. ما انا امان يا فندم، اتفضلي. ماشي. جوزي كان محبوس ممسوك في قضيه ظلم، وهو سواق لودر ومتاخد ظلم، وانا معرفش محبوس بسبب ايه، معرفش. خد ثلاث مرات وهو ياخد اخلاء سبيل على اخلاء القضية والنيابة تستأنف عليه، ومعايا 5 ايام منه ومش قادرة على مسؤوليتهم، ومحمد الشاب هو الواحد اللي شاكيه، وهجيت جوز العفو الموضوع. انت منين، من قرية ايه؟ انا من قرية برجاش الجيد. دي فين دي؟ الو؟ اي طيب انا هخلي زمايلي ياخدوا المعلومات، لان انا مش قادره افهم شويه من حضرتك. يعني خلونا نكون متفقين ان في اسر كتير مصريه ربما بتتعرض لهزات اقتصاديه، بدل ما بيفكروا كويس في اوضاعهم بشكل حقيقي، يعني بيبقى طول الوقت ازاي نبحث عن حل، والحل برانا. يعني دي زوجه جوزها بيشتغل باليومية، خلفت 5 عيال، ما فكرتش تسأل نفسها أبدا لا هي ولا هو الخمسة دول هتعمل بيهم ايه. ده أول سؤال. تاني سؤال، الراجل فجأة مش موجود، وبالتالي مورد الرزق الوحيد مش موجود. أنا بتمنى على أي حد بيسمعنا يقدر يساعدها بأنه يشغلها في حضانة، في ملجأ، في يشغلها، نضمن لها مورد رزق ما يخليها تقدر على الأقل تصرف ولو بشكل بسيط على ال5 أطفال، وفي المقابل كمان ياريت نعمل درجة من التوعية. وعلى التوعية دي بقى أنا هقف، لأن أنا كنت من أوائل الناس اللي فتحوا معاكم موضوع أولاد البلد لو أنتوا فاكرين، وقلت إن المرحلة اللي جاية هتكون استهدافنا من الصعيد علشان تتعامل مع كل النماذج اللي علاقتها بالحداثة محدودة، وهيتم فيها الشغل طول الوقت بإنها تاخد مجموعة من الشباب وتشتغل بيهم على التدريب في أوروبا، فيتم غوايتهم تماما. النموذج للسيد نقيب الصحفيين والمجلس نقابة الصحفيين هو الإعلاء من صحافة المواطن، يعني الصحافة اللامهنية والتي ليس لديها أي معيار كما يتم تدريسه في كل الأكاديميات المعترف بها والجهات الإعلامية الراسخة. صحافة المواطن دي الطريقة الجديدة من حروب الجيل الخامس اللي هيتم بيها فك المجتمع المصري واستهداف الإعلام الصحفي التقليدي، علشان أرجوكم كل المؤسسات الصحفية اللي فاكرة إن هي بعيدة عن المسألة لازم تفتكر معايا دلوقتي، التسريب الأول للقاء الإعلامي ياسر رزق وقت مكان في المصري اليوم، وبعدها تم الكشف عن مجموعات 6 إبريل اللي تم تعيينهم في اليوم السابع والمصري اليوم، والناس دي كلها بتشتغل بمفهوم صحافة المواطن وصورة المواطن وإعلام المواطن، والأول مرة مصر بتخلي محافظاتها عنوان بارز في كل برامج التوك شو. اعتمدت على مين؟ على مجموعة من شبكة المراسلين المحليين التي لم تحسن تدريبهم وإنما خدتهم متدربين، كل دول جايين من التدريب اللي تحت السلم أو في دول الدعم الأوروبية اللي أنا وصفتها مع حضراتكم إنها دول خطيرة ومهمة في الأجندات العالمية، لكنها دول بتشتغل في منظومة تحت. لما نشاور على الدنمارك
وكل أسرة مصرية مطلوب منها تعرف ولادها بيسافروا الدنمارك ليه، والدنمارك بتدفع فلوس ليه، وبتعمل مؤتمرات إعلامية كبيرة ليه، ومين الإعلاميين اللي بيتم دعوتهم للنوع ده من الإعلام. لما نشاور بشكل مباشر على الدويتش فيلا الألمانية ونبقى عارفين ألمانيا اللي قدرت فيها، ألمانيا دي كلها واحدة مش صحفية تدخل المستشارية يعني قصر الاتحادية بتاعهم وتخترق الدوائر الأمنية ويتزور لها كارنيه إنها إعلامية ويحق ليها إلقاء سؤال كمان، وبعد كده تطلع من المكان ده اللي صعب جدا التزوير فيه علشان تطلع على وجهات إعلامية. عايز أقول لكم وعايز أرجع أفكركم وأفكر كل الدولة عن إعلام موضوع أولاد البلد. أولاد البلد بقى في إعلامهم هم نفسهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا ان الحل في مصر اللجوء الى الصحافة المحلية، يعني العاد هيكون الاهرام اهرام ولا الاخبار اخبار ولا اخبار اليوم اخبار اليوم ولا حتى الجمهورية ولا المسائي ولا الكلام ده خالص، لا ده هيفكوا المنظومة وهيفكوها باسمائها كلها وهيروحوا يشتغلوا على صحافة المواطن. يعني هتلاقي صحفي صغير شاب عمره حاجة وعشرين سنة لسه بيبدأ حياته بس من حقه يكلمنا زي طريقة الأستاذ هيكل، يعني يقول وأنا ماشي شفت ورأيت وخليت وعملت. طب إيه خبرتك عشان تتعامل معنا كده؟ والتجارب الأولى لهذه النماذج كانت في المصري اليوم، وطبعا بقت واخدة مساحات أكبر في اليوم السابع وهكذا. طيب علشان ما يبقاش الكلام على عناته خلوني أحط قدام حضراتكم إيه هي مؤسسة ولاد البلد وإيه علاقتها بجريدة عملاقة زي جريدة الأهرام، ومن واقع الصفحات بتاعتهم عايزاكم تشوفوا مين المسؤولين عن إدارة المؤسسة من موقعهم. الكلام ده مش أنا اللي جايباه، خلوني أحط قدام حضراتكم بعض المسؤولين عن إدارة المؤسسة. على سبيل المثال السيدة فاطمة فرج. مين السيدة فاطمة فرج دي؟ دي خريجة جامعة أمريكية وواخدة ماجستير في العلوم السياسية، وهي واحدة من اللي أسسوا النسخة الإنجليزية لموقع المصري اليوم، وهي كمان اللي بتشتغلت كمساعد لرئيس تحرير الأهرام ويكلي ثم المكتب الإقليمي للواشنطن بوست، ثم عملت كمدربة في مؤسسة هيكل اللي خدت حق تدريب الصحفيين المصريين في نقابة الصحفيين. ولازم هذا المجلس يسأل كان عارف مين دول ولا ما كانش عارف. طيب نشوف كمان الأستاذ كريم منير. كريم منير ده الشاب اللي موجود قدام حضراتكم وبيشتغل مدير مساعد لبرامج المؤسسة. الراجل ده اسكندراني اشتغل صحفي وكان بيعمل مجلات محلية، يعني التجربة الحقيقية. اشتغل على اصدار مجلة بوصلة سنة 2009، وعمل كرئيس تحرير لمجلة العاصمة 2 في اسكندرية برضو وهي واحدة من نفس الاصدارات. عايزة انقل حضراتكم بسرعة للأستاذة داليا عيسى. داليا عيسى هي كمان واحدة من التلاتة اللي بيشتغلوا كفريق للمؤسسة، وهي يعني مسؤولياتها الوظيفية ما بين الجزء التنفيذي والجزء الصحفي. مين داليا عيسى؟ محتاجين نعرف. أخيرا خلوني بس أحط قدام حضراتكم الجهات الممولة، لأن دول يعني أشياء شديدة الأهمية. عايز أوريكم مين الممولين لهذه المؤسسة. هنلاقي حاجة عليها دايرة كده، دي قطر فاونديشن اللي بتديرها الشيخة موزة بنت سند، والمعهد السلام الأمريكي، وهنلاقي المصري اليوم، وهنلاقي صحافة ولاد البلد، وهنلاقي حاجات كتير قوي. اعتقد وقتي قليل لكن هوريكم النموذج المصري اللي قرر الرد على النوع ده من اختراق جنوب مصر والعمل على تفتيته تمهيدا للقادم. خلوكم معايا لبعض الفاصل الاجباري، هينضم لنا فورا الاعلامي حنفي السيد مقدم برنامج عيون الشعب اللي عرضنا لحضراتكم جزء منه، وكمان احمد رجب مخرج البرنامج، لان دي طريقة مواجهة الاعلام المحلي الحقيقي لهذه النماذج التعيسة. دورنا انا وحضراتكم ايه اللي هنعرفه بعد الفاصل.
بالخير نعود وسريعا هنروح لعيون الشعب قناة الصعيد الفضائية اللي يا رب يا رب يا رب اتحاد الإذاعة والتلفزيون يدرك ان هو جزء من دوره في الألفية اللي احنا فيها دي هو الرد على صحافة المواطن، هو الرد على الهجمة اللي بتحصل من الأرض من غير المدربين، من اللي ممكن النهاردة يهدوا إنجاز الرئيس في شرم الشيخ ويطيروا الخبر بعناوين غير صحيحة وغير دقيقة وغير مهنية. لكن في شباب، شباب مصري مع كل الظروف، وأنا بنت التلفزيون وأعرفها من غير أي حد، قادرين يشتغلوا وقادرين يحطوا شغل يواجه كل شغل مؤسسات وأجهزة وجهات داعمة و دورنا مش بس ان احنا نبروزهم ولا نحطهم قدام حضراتكم، هم مش محتاجيننا اصلا. نسب المشاهدة على اليوتيوب اعلى من اي برنامج في القاهرة، لكن في حد من اهل القاهرة شايفهم؟ طيب هل إبسوس دخلتهم في العداد؟ طيب هل المنتجين عرفوا مين اللي بيتشاف ولا مين اللي ما بيتشافش من غير ما حد يديهم ايه المطلوب؟ خليني احط قدام حضراتكم ضيوفي النهارده اللي انا سعيده بجد بيهم. معايا الاعلامي حنفي السيد مقدم برنامج عيون الشعب بقناه الصعيد الفضائيه، منورني. مساء الخير. كمان معانا مخرج البرنامج برنامج عيون الشعب احمد رجب، منورني. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبدا بقى بالمذيع لحسن يزعل استاذ حنفي، خلينا يعني عيون الشعب مؤخرا انتوا عاملين نسب مشاهدة غير عادية، عاملين حالة، والحالة كمان برغم قسوة اللي بتعرضوه انتوا كأنكم بتقولوا لمجتمع الصعيد تعالى شوف نفسك في المرآة يعني كل النقاط اللي بيتم تشويهكم فيها. احكي لي شوية الخبرة والموضوع. يعني هو برنامج عيون الشعب على فكرة يعني الحمد لله رب العالمين، القناة بتاعتنا بيسموها قناة عيون الشعب. يعني في البرنامج لما ابتدى يتشاف على اليوتيوب نسبة مشاهدة عالية، كانوا بيتصلوا ويقولوا عايزين نعرف تردد قناة عيون الشعب. لكن احنا كنا بنقول يا جماعة ده احنا برنامج في قناة الصعيد وترددنا 11227، فرصة بقى اقولها في القناة بتاعتكم 11227 راسي، لان فعلا القناة دي هي خط الدفاع الاول عن ولاد البنت اللي بتقول عليهم. لان فعلا الصعيد، شوفي يا استاذة اماني، لو احنا فعلا عايزين الصعيد وعايزين نتخلص من السلبيات والنظره بتاع الصعيد، لازم نحارب حاجتين: البطاله دي مهمه جدا، واهمال الصعيد. طبعا للاسف الصعيد في الثلاثين سنه اللي ماضيه كان للاسف هي دي حاجه اللي ما بتبصلهاش خالص خالص، حتى اعلاميا. احنا كنا في فتره طويله قوي ارضي مش فضائي عشان ما حدش يشوف مشاكلنا ولا حد يسمع عنها ولا حد. انت عارف جزء كده مشوه في ثقافه المصريين، اذا جالك الخواجه ابن سور وردم على اللي انت مش عايزه يشوفه. بالظبط بالظبط. ولا انسى سوزان مبارك لما عملت سور عند مجرى العيون علشان الزياره الشهيره اللي كانت جايه عشان ما حدش يشوف اللي بتوع المذابح. بالظبط بالظبط. فاحنا يعني قلنا لا، لازم بقى البلد دي بقى خلاص الثوره قامت، فلازم بقى نشوف حل. احنا يعني الرئيس ورئيس الوزراء دول قايمين بشغل حاجه يعني ربنا يكون في عونهم، بيجدفوا. لكن يجي بقى الصف الثاني الوزراء والمحافظين بيجدفوا العكس. الناس دي عايزه تطلع لقدام، لكن للاسف المسؤولين اللي وراهم بيشدوا الناحيه الثانيه، باستثناء بقى وزير الخارجيه، باستثناء وزير من غير ما نسمي، باستثناء البعض البعض. لكن احنا بقى الشعب، احنا اللي المفروض الرئيس بيراهن علينا مش على المسؤولين اللي معاه ولا الوزراء. فاحنا كان لازم وقفه بقى، الوقفه هنا ان احنا نشوف نفسنا كويس. الصعيد كفايه، كنا لازم نصدم الناس، يعني لازم يحصل صدمه في الصعيد عشان الناس تفوق. ادي عيوبنا، ادي مشاكلنا، ومفيش تجميل، ومهما يكن من سلبيات لازم نصهرها. يعني برنامجي جبت زين المحارم، ودي للاسف عند ستك قلتي من شويه، الست اللي بتتصل عندها خمس عيال جوزها راح. طب هو خلاص سبى. طيب الخمس عيال في الصعيد والفقر بيناموا في اوضه واحده، تحصل المشاكل كلها. كنا لازم نجيب ده. انا سعيد جدا لما بيتصلوا من الدول الخارج يقولون على فكره انت لما بتجيبوا الاخ اللي بيزور اخوه وهو بره بتحصل بلاوي، لا ابتدى يتعلمه. الاخ اتصل بيه قال لي على فكره بقول لاخويا انت بتروح تزور مراتي ليه في البيت لوحدك، خد مراتك معاك وروح. اتعلمت من برنامج عيون الشعب، شفت سلبيات اللي بتحصل. الطفله هدى اللي احنا جبناها في مغاغه اللي تم اغتصابها وقتلها في قطر، اتصل بيا واحده مصريه بيقول لي بشكرك، قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لي بنتي كانت واقفه قدام المدرسه وانا اخرت عليها، فجي شاب قطر كان عايز ياخدها، ولا تعالي ماما مستنياكي بره. بنتي شافت برنامج بتاعك قالت لي لا انت تعمل معايا زي ما رجب عمل في هدى. شافته في قطر، شافته في قطر، فشكرتني جدا، قالت لي انت انقذت بنتي، ان كان قطر قطري كان هياخدها. فاحنا جبنا الواقع بتاعنا لسببين، عشان نواجهه وعشان الناس تتعلم.
طيب. وده نجحنا فيه الحمد لله. لا انتوا ناجحين الحمد لله. انا عايزه كمان نحط الصفحه بتاعتهم على اليوتيوب علشان اهل مركزيه القاهره يعرفوا ان في جهد حقيقي بيتعمل في البلد دي، ويشوفوا كمان نسب المشاهده، لان المواطن المصري اللي بتتعالى عليه رجالات الاحزاب والنخبه اياها يعرفوا الناس دي، بس ما حدش قدر يتعامل معاها بشكل مباشر وبشكل فيه احترام، بشكل فيه احترام. مش نحولهم لفيلم او لاغنيه، ده احنا عندنا دراما في رمضان اللي فات واللي قبله، ويا رب ما نشوفهاش في اللي جاي. كلها ما عندهاش مشكله. انا عمري ما هنسى الحوار اللي زوجة بتخون جوزها بتقول له يعني انا اللي مش مؤدبه وانت ايه، عشان تعرفوا عايزين يوصلوكوا لايه. صحيح، لان هي دي خطوره على هذه الدوله. طيب خليني اسال احمد، بما انك المسؤول عن فنيات، ده جملة مهمة قوي قالها حنفي، فكرة انه احنا بننقل الواقع زي ما هو بدون تجميل. اشتغلت على ده ازاي حضرتك؟ احنا يعني الحاجة اللي احنا بنعملها هي الواقع، ما بنحاولش اللي احنا نخليهم يمثلوا او ان هم يقولوا كلام غير الكلام اللي هم بيقولوه، اللي من قلبهم هو اللي بيقولوه. يعني ما بيتمش تحضير نهائي نهائي نهائي، ولا بنتقابل خالص معهم الا اللي احنا بنبقى واخدين الموافقة بتاعتنا، وان هم بيتكلموا في البرنامج. هم ساعات كمان اللي هم بيطلبوا في البرنامج كمان بتاعنا ان هم يتكلموا. يعني حضرتك في مثلا قضايا الخطف، قضايا السلاح، قضايا الاغتصاب، قضايا اي قضايا من الانواع كلها اللي احنا بنعملها دي، كلها دي حضرتك بتبقى تلقائيه وبتبقى عشوائيه. حضرتك لو انت تشوفي جريمه القتل كمان بالذات، لو احنا هنتكلم فيها دي حضرتك، الجريمه دي لو حضرتك حللناها او بصينا وراها هنلاقي كل مجرم اللي احنا يعني القضايا كلها اللي احنا عملناها تقريبا المجرم ده بيبقى مجني عليه في نفس الوقت. مجني عليه من المجتمع، مجني عليه من الناس، مجني عليه من حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي قوي قوي. حتى برضو الخطف، حتى الحاجات دي كلها، كان احنا ما بنشجعش على الجريمه، ولكن بنقول ان هو في حاجات من ورا الجريمه. دي هي الحاجه الاساسيه المفروض اللي هي من ورا البرنامج بتاعنا. لازم تتشاف. لازم تتشاف، ولازم نحط لها حل. ليه الست دي قتلت جوزها؟ ده الاهم، مش هي احنا بنتكلم في قضيه جنائيه، ولكن في حاجه الاهم منها اللي هي لب الموضوع، اللي هي ليه قتلت جوزها. بالظبط، البعد الاجتماعي في المساله طبعا. طيب استاذ حنفي، وانتوا في الشغل بتاعكو ايه اصعب حاله ممكن تحكي لنا عنها؟ في بعد ما سجلت قالت مش عايزه اسجل، يعني خاصه النساء، يعني نساء الصعيد في بعض الحلقات اللي شفتها لحضراتكو على القناه بتاعتكو على اليوتيوب، يعني اشبه بالرجال. شو هي سيدات الصعيد مش زي وكي بحري. يعني الست لما جوزها يغيب اكتر منه يوم تبقى راجل راجل راجل، لكن ما بتقدرش تفصل بقى انوثتها. يعني الانوثه دي عيب عندها، عيب قوي. حتى وانا بصور معاها بتخاف تبين ده، تخاف تبين انها ضعيفه وان هي انثى. لا هي راجل حتى في اصعب المواقف. الجزء اللي ستك زحتيه في الحلقه، في الحلقه الماضيه من حلقات برنامجك، الست هي واولادها قاتلين خميس ودفنينه وبتتكلم ومش باين عليها ضعف ولا باين عليها، بالعكس تقول لك هتعدموا اربعه عشان خاطر واحد. وبعدين حته انها بترفض، احنا يعني بنحضر، بنيجي قبل ما بنبتدي، يعني الاستاذ احمد يحط الكاميرات احنا بنقعد معاهم. شو طبيعي بتبقى في الاول مش موافقه، نقعد بقى نقنعها واتكلم معاها شويه شويه، ابتدي لغايه ما تتعود علي. وبعدين الشيء جميل قوي، انت عارف سيادتك لما بيقولوا يعني لما تيجي واحد يقول لي والله العظيم انا كنت خايف اعمل الجريمه اللي انا عاملها عشان ما اقعدش معاك. انا عايل هم، انا عايل هم برنامج عيون الشعب بتاعنا في السيد. وبدليل ان في برامج كتير قوي على فكره بيجي لنا بعض البرامج المشابهه لنا على الفضائيات، المذيع يقول لك اي حد غير عيون الشعب، اي حد غير عيون الشعب. ليه؟ لان المذيعين التانيين اللي البرامج المشابهه بيقول لهم قولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا، فتبقى سهله قوي. لكن احنا ما بنقولوش قول ايه، قول براحتك اتكلم، لغايه ما بنخليه هو اللي بنفسه يبتدي يتكلم. ما ده بيرهقه في المونتاج جدا. لا بيتعب بيتعب، وانا سعيد انه شاب اصغر مني على فكره، لسه في الحيويه، عنده حماس جدا. وده اللي يمكن الحمد لله رب العالمين. حته بقى برنامجنا يمكن سر نجاحه ان احنا ما بنمثلش، ما بنخليش بقى، ما بنجيبش القضايا اللي غرض منها ان احنا نكسب مشاهدين بنسبه مبالغ فيها، ان احنا نجيب الجن والعفاريت ونجيب واحد ونطلع الحاجات دي. على فكره موجوده عندنا، ده احنا البيئه بتاعتنا، ده احنا اللي خلقناه. كنا ممكن نجيبه ونجيب العفاريت والزعاة ونوصي شويه عياطي شويه ويجري يحضني كده، ونقعد نحفظهم بالساعات ونعمل الفيلم ده كله. او زي البرنامج الثاني اللي نجيب الضابط يضرب طلقتين في الهواء ويقول لك اقتحام، والمتهمين طالعين من جوه الحاجز ورايحين معاهم في العربيات عشان يعيدوا التمثيل تاني. صحيح. لا ما نعملش كده خالص، رغم انه سهل جدا اطلع المتهمين وحضر الضابط بيضربنا طلقتين كده ونصور ونقول لحظه الاقتحام والقبض ونطلع المخدرات والافلام دي كلها. لا ما نعملش كده خالص احنا. لا احنا بنطلع المتهم ونقعده
وبعدين اجمل شيء لما بقى اسره المجني عليه يتصلوا بينا تعالوا صوروا، او المتهم يطلع يقول لك انا غلطت وضميري ما بينامش وانا عارف ان اخد اعدام تعالى عشان عايز اكفر عن ذنبي، يسيب كل البرامج ويجي يختارنا احنا، لان بيقول لك انت اللي بتجيب الصراحه، انت لو هتقول لنا اقول ايه ما تقولش لا، انت هتخليك تتكلم. تعرف ان حابه لغتك جدا وانت بتتكلم، واعتقد ان ده جزء من سر النجاح، لان في التلفزيونات المحليه وده اللي لازم كلنا يعني نكون فخورين بيه، نخلص من فكره الاكسنت. انت عارف القاهره بمركزيتها تقول لك ايه ده، هي بيمط الكلام، هو بيكسر الكلام، هو بيفتح الكلام. الافكار الخزعبلات اللي اتزرعت جوانا عشان تقسمنا دي، انا حب جدا لغتك وانت بتتكلم، ده سر النجاح. رغم ان دي بيقول لك ده مذيع صعيدي ولهجته. انا يوم ما نجحت في اختبار المذيعين الوزير قابلني وقال لي انا عايز اوعى تغير لهجتك، انت الاول على زميلك، انا عايزك كده افتح القناه اعرف ان القناه من خلالك انت. شوف انا خيال، ممكن اقلب على بحيري، ممكن اقلب على صعيد، ممكن، لكن هي دي لهجتي، هو ده كده، مش هغير. لا ده كويس. اقول زي ما الناس تقول واتكلم وبطبيعتي خالص، وما بخليش على في قلبي حاجه. يعني اللي على اللي جوه قلبي بقوله على لساني على طول. طب خليني اسال احمد، في اي مره من شغلكم في التصوير وكده في قضيه حصل فيها تطور، ما في حد تنازل لصالح، يعني حصلت مرضاه، يعني كان في انجاز ما ضمن شغلكم غير الاهتمام بالبعد الاجتماعي؟ وده اصعب انواع التغيير، انك تغير في العادات والتقاليد والموروث وكل الجزء اللي انتوا بتشتغلوا عليه ده. وهقول لحضرتك على ثلاث، يعني في نقطه كده هتكلم فيها ونقطه ثانيه هتكلم فيها بعد اذنك. في احنا حلقه عملناها قبل كده اسمها، سميناها الحلقه دي اسمها سفاح الكراتين. ده راجل بيلم، اسف اللفظ، القمامه. الراجل ده اتقتل من ولاده ثلاثه. ولاده قتلوا؟ لا لحضرتك، ولاده اتقتلوا علشان واحد تاني بيلم الزباله في مكان تاني، خدوا رزقه، الولاد دول كانوا صغيرين، لا حول ولا قوه، قتلهم ذبحهم. ده راجل اصلا غلبان وفقير، التلاتة التانيين اتقتلوا، قتلوا ولادهم علشان كده، يعني علشان هما يعني بيشاركوا في اكل عيشهم. الناس دي لما اتفرجت على الحلقه اتعاطفت مع الناس دي، عملت لهم حاجه كويسه قوي واحنا كنا فرحانين بيها الحمد لله رب العالمين. الناس دي جبنا له وظيفه وكان في شغل وفي كشك دلوقتي عنده وحاجات زي كده. ده حلو قوي، والحمد لله ده هدف احنا الحمد لله رب العالمين حققناه، عشان حتى يتصالح ومن غير ما حد يعرف على فكره خالص، ومن غير ما نقول يعني احنا لاول مره بنذيع الكلام ده. والله من غير ما، ولغايه دلوقتي احنا لسه ما ذيعناش كمان الحاجات دي كلها، ومش عايزين نذيعها لان الناس دي مش عايزه تذيع حاجه زي كده. تمام، بس احنا فرحانين ان الحاجه دي احنا عملناها كده بمجهودنا الذاتي كمان. دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك، كان في حلقه احنا كنا نفسنا ان احنا نعملها، وسبحان في حد يمكن يفتكرها، كانت في مركز عندنا اسمه مركز مغاغه. دي واحده بنت كانت رايحه لجوزها المطار، جوزها في السعوديه، وحضرتك طلعوا عليها بعربيه اغتصبوها اكتر من 8 اشخاص، كانت بفستان الفرح، فستان الفرح، وقتلوها من كتر الاغتصاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو دي المشكلة؟ كنا عايزين نعمل الحلقة اللي هي دي بالذات، تمام؟ فوجئنا بعد كده إن الأب، خلي بال حضرتك، ده بقى الموروث اللي إحنا بنتكلم عليه، مش عايز يطلع يتكلم يقول الكلمتين دول عشان بنته. لا مش عشان بنته، علشان ما يتفضحش في البلد إن بنته اغتصبت، إن بنته حصل لها واحد واثنين وثلاثة. لا ده يا حضرتك، ده الأهم بقى اللي إحنا نعمله في البرنامج، أو اللي إحنا نقول اللي إحنا نغير الحاجة دي. انت الحاجه دي حصلت، ده ممكن تحصل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشرة. طبعا ما بتفكرش انك تبذل مجهود بان انت تقنع القائمين، انت محتاج جزء كده تحليلي، يعني او يلخص الحكايه على لسان متخصص ويكون من البيئه المحليه، يعني واحده من الشؤون الاجتماعيه، حد من الناس اللي بتشتغل على المواضيع دي. يعني هو احنا البرنامج كانت مدته في الاول نص ساعه مع الاداره الجديده، وفعلا لازم اوجه لهم الشكر، الدكتور احمد حماده رئيس القناه، والاستاذ عصام الفوري، والاستاذ مدحت يحيى القائمين، زودونا الفتره وخلونا هوا من نص ساعه لساعه ونص، يعني تقريبا تدخلها في ساعه وربع، وان شاء الله لان ده فعلا طلب الزميل الاستاذ احمد علي، وطلب الاستاذ حسين عبد الحكيم معد البرنامج، اللي طبعا انا بوجه له الشكر اللي بيتعب معانا جدا، كنت اتمنى يكون معايا. معلش سامحونا، ديكورنا بيشول اتنين. حقه عليا، حقك عليا. فالناس متعاونه معانا جدا، واتمنى فعلا، هو كان الدكتور احمد قال ان احنا هنزود مده البرنامج، بس انت سالت الاستاذ احمد سؤال عن برنامجنا. في الست اللي هي عملت فيلم على جوزها بتاع الخطف، وقالت انها اتخطفت وطلبت من جوزها فديه 200,000 جنيه. وجوزها فعلا كان جهز المبلغ وراح يدفعه. الشيء الجميل، الزوج لما جبناه وبيصور معايا كان مصمم على طلاقها. هيطلق، ما ينفعش اعيش معاه. لما قعدنا معاه وجبنا اولاده وشاف اولاده وشاف زوجه، قدرنا نقنعهم يصالحوا مع بعض على الهوا.
وبدون بقى لا تمثيل ولا غيره. كان الشيء جميل جدا لما هو بكى وهي بست على قدمه وبست على ايده واصطلحوا مع بعض. والله العظيم واحنا حياتنا كلنا والله العظيم أكيد. انا بداري دموعي عشان بقولش انا بلد فلانة او علانة. في ناس بيجيبوا بصل ويحطوه في عينيهم مش عايزين. فدي حقيقه يعني. بالنسبه معلش عشان عارف وقت برنامجك, بالنسبه للعروسه دي اللي كانت رايحه ليوسف في السعوديه ولابسه فستان الفرح وعلى الطريق الدائري مسكوها الست اغتصبوها وقتلوها. الشيء اللي احزنني جدا ان هم اعترفوا في الشرطه وفي النيابه, والاب يرفض يوجه لهم الاتهام ويطلعوا, والاب اقول له صور وقول واتكلم يقول لي مش هفضح نفسي. يعني تخيل وسط عندنا العادات والتقاليد في الصعيد, يعني بنته اتقتلت وماتت وافاض عن المجرمين. رفض قال لك ما حصلش. امال ماتت ازاي؟ ايه سبب كتب سبب الوفاه؟ ما عملش محضر اصلا. ما رضيش يعمل محضر. ده الجزء الاصعب يعني. اكيد هيجمعنا لقاء تاني لانه وقتنا دايما مش كتير قوي, بس انا سعيده جدا بهذا اللقاء وبتوقع انه هيكون من اكتر اللقاءات مشاهده على قناتهم وعلى كمان صفحتنا يعني. بشكركم شكرا جزيلا. خليني ابدا من المخرج عشان بقى الشباب. احمد رجب مخرج برنامج عيون الشعب والمقدم برنامج عيون الشعب في قناه الصعيد الفضائيه حنفي السيد. شكرا. نورتوني جدا جدا. شكرا. حتى يتجدد اللقاء علشان احمد هاني المخرج ما يضربنيش. لكم مني كل الامنيات الطيبه وبلدنا بخير طول ما انتم موجودين في ظهرها. الى اللقاء.